سي حليم، انت نظرة سيدي مع عضو ديال الجمعيه ديال روتاري المغرب، اكزاكتومون. تتحضروا اليوم هنا في هذا المركز ولا في المصحه هنا ديال في المحمديه باش ديروا مجموعه ديال الفحوص، وكتوافق انكم تعطيو نظارات للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه من الجمعيه ديال التواصل. اش ممكن تقول لنا في هذا الاطار؟ وهذه العمليه تنديروها تقريبا كل عام، كنديروا وحده ولا جوج في العام، كسوا مع جمعيه التواصل ولا جمعيات وحدين اخرين. هذه عودناها هذا العام مع جمعيه التواصل، لانهم كاين بزاف ديال الاطفال المعاقين محتاجين نظارات. كنتعاملوا مع لا كلينيك ديال دولوي، مع الدكتوره العماري حسنه، اللي تبارك الله عليها دائما موجوده ملي كنطلبوا منها التعاون معنا. اي بي فوالا. دونك هنايا الدكتوره حسنه مع واحد الدكاتره اخرين تعاونوها، الله يجازيهم بخير، تيديروا لو ديبيساج ديال لي زونفون، ومن بعد كيدوزوا عندنا اون شوازي لي مونتور، كنختاروا النظارات وكناخذوا لهم لي زيكار العبار ديال العينين ديالهم، وكنوجدوا لهم النظارات باش نعطوا لهم من دابا واحد ما بين سيمانه حتى 10 ايام على حسب واش لي كوريكسيون موجودين ولا لا، وعاد كنوجدوهم. فوالا، ميرسي، مرحبا.